الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، أحمده ملء السماء والأرض وملء ما شاء من شيء بعد، أهل الثناء والمجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد شرعنا في التعليق على ما ساقه المصنف رحمه الله من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في ما رواه عنه الشيخان البخاري ومسلم من طريق الأعمش عن الثوري عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: كنت رجلا مذاء، أي كثير خروج المذي. والمذي هو ماء أبيض رقيق يخرج مع الشهوة، وقد يخرج في ابتدائها أو بعد فتورها، لكن لا يلزم من هذا أن يكون بإحساس، فهو قد يخرج من دون شعور من الإنسان. فقوله رضي الله تعالى عنه: كنت رجلا مذاء، أي كثير المذي. قال رضي الله تعالى عنه: فأمرت المقداد بن الأسود. المقداد بن الأسود هو من السابقين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد شهد بدرا وما بعدها من المشاهد، وتوفي رضي الله تعالى عنه في خلافة عثمان، وهو من أوصاه علي رضي الله تعالى عنه بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عما احتاج إلى معرفته مما يتعلق بالمذي. وقد جاء أن علي رضي الله تعالى عنه أمر عمار بن ياسر أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث إنه لقي مشقة وعنة من كثرة اغتساله لأجل خروج المذي. ففي بعض الروايات في السنن قال: كنت أغتسل حتى تشقق ظهري، أي حصل له من الأذى بكثرة الاغتسال ما أوجب السؤال. وفي بعض الروايات أنه سأل بنفسه. وقد جاء نظير هذا السؤال أو هذه الحال عن سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه أنه شكى شدة ما يلقاه بسبب خروج المذي، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه: أيوجب الغسل؟ فقال: يجزئك من ذلك الوضوء، يجزئك من ذلك الوضوء. فهذا التنوع في الروايات عن علي رضي الله تعالى عنه جوى جامعه أن علي رضي الله تعالى عنه وصى المقداد بن الأسود وعمار بن ياسر أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرواية التي فيها أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أسقط الواسطة، لكن المحفوظ أنه لم يسأل، لم يباشر السؤال بنفسه، بل أوصى من يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا إشكال في هذا، لأن الوكيل يقوم مقام الأصيل، فيمكن أن يقول: سألت رسول الله، ولم يكن ذلك بمباشرته إنما بوكالته. والسبب في أن علي رضي الله تعالى عنه لم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه أن السؤال مما يستحيا منه، لا سيما وأن زوجته هي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله تعالى عنها. ولهذا جاء التصريح بسبب عدم مباشرته للسؤال، حيث قال: لمكان ابنته مني، أي أنه لم يسأل بنفسه، بل أوصى غيره أن يسأل له عن حكم المذي لأجل ما في هذا السؤال مما يستحيا منه، إذ إن الشهوة تتعلق بالزوجة، وزوجته هي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحيا من ذلك رضي الله تعالى عنه، ودفع الحرج عن نفسه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بوكالة من يسأل عن المسألة دون تعيين صاحبها.
فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا فأجاب بقوله فيه الوضوء، فيه الوضوء أي لأجله يكون الوضوء، ففي هنا للسببية أي بسببه يثبت الوضوء، والمقصود بالوضوء ما أمر الله تعالى به في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذا هو الوضوء الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في جواب علي فيه الوضوء. والمصنف رحمه الله لم يأتي بالروايات التي تبين ما الذي يترتب على خروج المذي، لأن غرضه بيان أن المذي ناقض من نواقض الوضوء وليس كيف يتعامل معه، وقد جاء ذلك في بعض الروايات في الصحيحين حيث قال اغسل ذكرك وتوضأ، وفي بعضها توضأ واغسل ذكرك، وفي بعضها كما في السنن يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ، وفي بعضها انضح فرجك وتوضأ. كل هذا مما تنوعت فيه الرواية في بيان جواب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما أجاب به صلى الله عليه وسلم لا بد في سؤال علي لا بد أن يكون واحدا من هذه الألفاظ، لأن الحادثة واحدة، وما جرى من تنوع النقل إنما هو من تصرف الرواة، إذ إن الرواية بالمعنى عليها أكثر أهل العلم، رواية الخبر بالمعنى عليها أكثر أهل العلم، لكن ما جاء في رواية سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه مختلفة لأنها قصة أخرى، ولذلك جاء فيها من البيان ما ليس في حديث علي رضي الله تعالى عنه. الحديث فيه جملة من الفوائد، من فوائد الحديث بيان باعث السؤال وسببه، وهذا الذي كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم إنما يسألون عما احتاجوا إليه، فإنهم قد سئلوا عن التكلف والتعمق، فإنهم قد نهوا عن التكلف والتعمق، ولذلك لم ينقل عنهم من المسائل إلا شيء يسير، فكان مما يسألون عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دعت الحاجة ومست لسؤاله صلى الله عليه وسلم ليستبينوا حكمه، ومن ذلك سؤال علي رضي الله تعالى عنه. وفيه أن الإنسان يخبر في السؤال بواقع الحال حتى يكون المفتي على بينة من حال السائل فيجيبه بما يطابق حاله وبما يقضي حاجته. وفيه أن السائل ينبغي له أن يقتصر في سؤاله على المهمات دون تفصيل، فإنه قال كنت رجلا مذاء، ولم يأتي بأسباب وتفصيلات لا حاجة إليها، فبعض الناس إذا سأل يطيل السؤال ويشتت ذهن المفتي بظنه أنه يحتاج إلى كل هذا البيان حتى يصل إلى الجواب، والذي ينبغي أن يقتصر على السؤال، ودور المفتي أن يسأل ويستبين عندما يحتاج إلى استفصال وإلى استبانة. وأكثر الناس لا يحسن السؤال وبالتالي لا يصيبون ما يريدون من العلم، فينبغي للإنسان أن يحسن السؤال ليصل إلى مراده، وهذا من مما هو بارز وظاهر في سؤالات الصحابة رضي الله تعالى عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن سؤالات الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانت مباشرة. في الحديث السابق حديث عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش قالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفدع الصلاة، وهنا يقول كنت رجلا مذاء فسألت فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، وهذا إيجاز واختصار. وفيه من الفوائد جواز الوكالة في السؤال إذا دعت إلى ذلك حاجة، فإن الأصل في السؤال أن يباشره الإنسان نفسه لأن به يستبين ما يجب عليه من حق الله عز وجل، لكن قد يوكل
لمصلحة أو لحاجة. فعلي رضي الله تعالى عنه وكل في السؤال لا زهدا في طلب العلم أو تواكلا أو عجزا، بل لأجل أن في السؤال المباشر ما يقع به حرج عليه وعلى رسول الله صلى الله وسلامه عليه لمكان فاطمة منه رضي الله تعالى عنهما. وإن من العجب في حال كثير من المستفتين اليوم أن تجد أن الذي يسأل عن المسائل هم النساء، في حين أن الذي يفعل الفعل هو الرجل ولا يسأل عنه، يقول اسألي أنت. وهذا من التقصير والزهد في استبانة ما يجب أن يستبينه مما يستقيم به دينه. فطلب العلم فريضة على المسلم فيما يقيم دينه من العقائد والأعمال، ولهذا يجب أن يسأل بنفسه. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهذا هو الأصل. وإنما يوكل إذا احتاج إلى ذلك، فإذا احتاج إلى التوكيل لمصلحة أو لحاجة فلا بأس، كما هو الشأن في خبر علي رضي الله تعالى عنه. وفيه بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي يترتب على خروج المذي، وهو الوضوء. لا خلاف بين العلماء فيه أن خروج المذي وهو السائل الأبيض الرقيق الذي يخرج مع الشهوة من لمس أو نظر أو سماع، وقد يخرج من غير شعور ولا إحساس، أنه يجب به الوضوء، ينتقض به الوضوء، فيجب أن يتوضأ للصلاة، حيث قال صلى الله عليه وسلم فيه الوضوء. وهذا محل اتفاق، حكى الاتفاق على ذلك جماعة من أهل العلم، منهم ابن رشد والنووي وغيرهما. وفيه من الفوائد أن خروج المذي لا يجب الغسل، إنما يجب الغسل بخروج المني، وهو الماء الدافق الذي ذكره الله تعالى في قوله يخرج من بين الصلب والترائب. وفيه من الفوائد أن الوضوء يرتفع به الحدث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه الوضوء، وهذا ما أمر الله تعالى به في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان إذا إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وفيه من الفوائد أن المذي نجس، وهذا مما جرى عليه أكثر أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك ولا يغسل إلا من نجاسة. وذهب بعض أهل العلم وهو رواية في مذهب الإمام أحمد إلى أن المذي ليس نجسا بل طاهر، واستند إلى ذلك أو اعتمد في ذلك على رواية وانضح فرجك، قال والنضح هو رش الماء، رش الماء النضح رش للماء وليس غسلا، ولو كان نجسا لأوجب الغسل ولم يكتفي بالنضح. ووجه بعض أهل العلم الأمر بالنضح أن ذلك لأجل أن المذي في هذه الحال نجاسة مخففة، نظير نجاسة بول الغلام إذا لم يأكل الطعام، فإنه يصب عليه الماء، ينضح بالماء ولا يغسل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النضح هنا لأنه نجاسة مخففة، وهو في حال من كان على ما وصف علي رضي الله تعالى عنه من كونه كثير المذي. أما الذي لا يخرج معه المذي إلا قليلا فإنه يجب عليه الغسل. والأقرب والله تعالى أعلم أن الواجب الغسل، أن الواجب الغسل، وتحمل رواية النضح على الغسل، فإن النضح يذكر بمعنى الغسل. وأما ما أصاب الثياب من ذلك، أي ما أصاب الثياب من المذي، فإنه يكفي فيه النضح، لما جاء في حديث سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يصيب الثياب من المذي، فقال يكفيك أن تأخذ كفاً
من ماء فتنضح به حيث ترى أنه أصاب، حيث ترى أنه أصاب. بمعنى أن يأخذ كفا من ماء ويرشه على الموضع الذي أصاب ثيابه، وهذا دليل على أن المذي في هذه الحال نجاسة مخففة، وإلا لكان الواجب الغسل فيغسل ذكره، وأما ما أصاب ثيابه فيكفي فيه النضح. هذا مجموع ما جاء من الأحاديث فيما يتعلق بالمذي. ثمة مسائل أخرى، نقتصر على هذا القدر مما يتعلق بالحديث، ونستكمل بقية أحاديث نواقض الوضوء إن شاء الله تعالى مغرب يوم غد بإذن الله. نستمع إلى ما جاء من أسئلة.